مفيش شك انه كل اللي بيشغل بال الاباء والامهات هي تربيه الولاد. ازاي نربي ولادنا؟ دايما بنفكر كمان ازاي ننمي مهاراتهم وقدراتهم، ازاي نعلمهم الاعتماد على النفس. اهم حاجه في الموضوع ده هي لغه التواصل، ازاي نستخدم لغه تواصل مناسبه عشان نقرب منهم. كل دي اسئله بنحاول ان احنا نفتش عن اجابات ليها عشان نوصل لمعادله التربيه المظبوطه والتربيه السليمه اللي نقدر نساعد بيها اولادنا. بس يمكن يا شاذلي من اكتر المشاكل اللي بتواجه الامهات والاباء في تربيه الاولاد هي تدخلهم واصرارهم على اختيار الاصدقاء والصحاب، او مش بس ان هم يتدخلوا في العلاقات دي، لا كمان ساعات بيبقى قطع العلاقات دي بين ابنها وواحد صاحبه مثلا او زميله او 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 شايفه ان هو مش كويس عليه او مش كويس عشانه. هتلاقي في كل اسره تدخل او اصرار من الاهل سواء الاب او الام على قطع علاقه معينه بصديق او زميل سواء في المدرسه، وساعات في احيان كتير بتوصل كمان حتى للكليه. يعني ساعات الاب يشوف مثلا ولد صاحبه مع شله كده معينه، لا 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 ما تكلمش الولد ده او ما تكلميش البنت دي. صحيح، من كتر ما بنشوف، يعني خلينا برضو ايه واقعيين، من كتر ما بنشوف من بعض الناس مش علاقتهم هتكون بتضر بابني او ببنتي، طبيعي ان انا اتكلم مع ابني واتكلم معاه واقول له ليه ده. يعني لما اسمع مثلا ان في ابني مصاحب حد او بنتي مصاحبه حد بيعمل حاجات غلط وهي بتتكلم معايا، طبيعي ان يكون ليها تدخل، بس شكل التدخل هيكون عامل ازاي ده المهم. صح. السؤال هنا بيقول هل التدخل هيجيب نتيجه حتى لو نظره الاب والام مظبوطه او سليمه، ان هي بالفعل شايفين ابنهم او بنتهم صاحبين شخصيه غير جديره بالصداقه او الزماله وهتضر بولادهم. في اراء كتير قوي في هذا الموضوع. مثلا لما الاب والام مثلا بيتدخلوا في هذا الموضوع لازم يكون تدخلهم بحكمه، بمعنى لازم يكون تدخل مدروس وتدخل ممنهج، بحيث ان احنا بسنت واحنا بنتكلم معاهم يكون باسلوب بسيط يفهموه وفي نفس الوقت ما نديش اوامر. طيب انا عايزه اقول لك على حاجه، الموضوع ده بجد من اكتر المواضيع اللي انا شخصيا بشوفها شائكه في تربيه الاولاد. ليه بقى؟ يعني انا من الناس مثلا كنت بتاثر جدا انه لو واحده صاحبتي متضايقه مني، او مش بتاثر بسلوك صحابي، انا ما كنتش الشخصيه دي خالص، بس كنت دايما شايفه ان كل الناس صحابي. من واحنا صغيرين مهم قوي، فكبرتي ما بقاش عندك صحاب خالص. اتعلمتي بقى. تعلمت الدرس. ده حقيقي. لا مهم جدا ان الاب والام دايما يكون، خصوصا الاب مع الابن او الام مع بنتها، توعيتهم الطفوله ازاي يختاروا الصحاب وادربهم على ده. زي ما انت قلت ادي النصيحه بس من غير ما اتدخل قوي. انا بشوف انه الجيل ده بالذات ما ينفعش ان انت تقول له يعمل ايه وما يعملش ايه، بس ممكن ترسم له الطريق وتقول لهم مثلا الولد ده مش شبهنا او البنت دي مش شبهنا، او حاول ما تتاثرش بيه. ويا ريت بقى لو انت قويت له شخصيته كفايه عشان هو يبقى عارف ان انا مش هتاثر بالناس، لانه في الحياه عامه هنشوف ناس كتير قوي مش شبهنا. في الحقيقه الناس كلها مش شبه بعض، كل بيت مختلف عن البيت التاني. لو انت مربي بنت او ابن من وهم صغيرين شخصيتهم قويه كفايه، هيكبروا عارفين انه لو الشخص ده مش شبهي مش لازم اتاثر بيه واعمل زيه. انا بشوف ده. لكن كمان مهم قوي نقطه يا شاذلي، مش عارفه تتفق معايا ولا لا، مهم ان احنا نعلم الاولاد من وهم صغيرين يفرقوا ما بين الزماله والصداقه، عشان لما يكبروا في الشغل يعرفوا يفرقوا، عشان يكبروا في الحياه ما يبقاش كل الناس صحابنا فيتاثروا مش باخلاقهم او بتصرفاتهم، على قد ما يتاثروا ان هم مش معتبرينهم صحابهم كمان، او يتاثروا انه ايه ده، ليه البنت دي ضايقتني او الولد ده ضايقني، لانه ما كانش صديقك اصلا. بالظبط. يعني ده مجرد زميل وانت اللي اختلط عليك الامر ما بين الصداقه والزماله. بالفعل زي ما بس انت بتقول اتفق معاكي طبعا في كلامك. نشوف نفسنا دلوقتي، نشوف مين اللي عاش معانا من واحنا صغيرين ومكمل معانا لحد دلوقتي، هو ده الصديق الحقيقي. الباقيين كانوا ناس محترمه كل حاجه، بس كانوا مجرد زملاء، ما كانش في توافق تام ما بيننا وما بين بعض. الصديق فيه مجموعه من الاسس بقى لازم كده، دي وجهه نظري يعني انا مش هتدخل في حياه ابني او بنتي واقول له صاحب فلان، لا ما تصاحبش ده، لا، لكن هحط له الاسس. دي وجهه نظري، واكيد المختصين طبعا ليهم الكلمه الصحيحه في هذا الامر. هقول له ان الصديق لازم يكون صادق، لازم يكون داعم، لان الصداقه دي من اسمى الحاجات اللي ممكن تحصل، لان انت مش بتختار اخواتك لكنك بتختار صحابك. فدي حاجه من ضمن الحاجات اللي لازم اي اب او ام يكلم ولاده فيها، في مجموعه كده من المعايير انت تقولها له بس،
انه لازم يكون واضح معاك، انه لازم يكون داعم ليك، انه يكون قلبه عليك في اي موقف من المواقف تلاقيه موجود وحاضر معاك. لكن مهم قوي ان انا اتاكد ان هو فعلا داعم وفعلا صادق، ما يكونش حسود او ما يكونش بيكره في السر واحنا فاكرينه حد قريب مننا، لان انت لما بتدخل ناس في الدايره بتاعتك انت بتتاثر بيهم بشكل او باخر بالطاقه بتاعتهم باللي هم بيعملوه. فلو انت اللي معاك ده مش صادق زي ما انت قلت، انت هياثر عليك وعلى ثقتك في نفسك وعلى حاجات كتيره قوي، ويمكن كلنا عشنا الحاجات دي. فمهم قوي ان الاب والام يبقوا بيرسموا الطريق لاولادهم انه ازاي تختاروا الصديق الصح، وتفرقوا ما بين الصديق الزميل، مش لازم يكون حد وحش، بس ممكن يكون معرفة سطحية وصديق قريب. بكل تأكيد يا بسنت، ربنا يحفظكم دايما الأصدقاء الجدعان. بنصبح لحضراتكم مرة تانية، أهلا بيكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر.